خسرت الحر لو داس الزمان ورماه من ما جراله يروح عند الخسيس ورماه دا يبكي وينوح وعيون من البكا ورماه واقول لك الجد يا اخي سيب يا اخي سيب الخسيس ورمى خبز وفتونة لو كانوا يا خلق في المعروف فتونة ما كنتش أقول يا عيشي ويا ملحي مقتدر في علا على ما جرى لي ويح قلبي لما جرى لي صابر على حكم الكريم ما أولى يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني على راعيت لوي ورم واخته حارم تاني عاوز منك رجاله وسلاح وانا هريحك منهم خالص انت لو عليك مش عايز نلاقي مكان عشان انسى حكايه الطار بس ده عمره ما هيحصل بقى فطايح مش عايز اقتلك وانا جريت عشان مش عاوز اقتلك هتتكلم وتنطر هتقولي طايح فين ولا لا كنت عاوز امي تيجي تقعد هنا معايا لا فاش كانك كده نسيتني ان انت قتلت فواز ولدي انا قتلت الفواز ضايع قتل اتنين اشتغل معاك ايه هنوقع حرب ما قلت لك كفايه يابا لو عايز اضطر روح غني انا كنت غلطانه يا ضايع وانت اللي صح اقولها لك كيف اتاخرت قوي يابا وطول ما انت كده يا ضايع والشيطان راكبك بعد عنك وانا مش هسلمك ضايع وحضرتك عارف كده كويس ضايع لو كان مكانك كان عمل ايه عاوز تدلني على مكان مجابر من الخرايط بتاعتك عايزني اسلم عصمه الاثار بايدي سراج باشا احنا في موقع حفر مش عايز اشوف وشك تاني بس انا عمري ما بعت واحد صح فعلا يا طايا دي مقبره عمال ولا 100 مقبره عمال هتنفع مع عصمت شاكر فين طايا انا جاهز اترحل يا باشا محدش كان ولا هيكون مكان مهجر انا ما طلبتش منك حاجه يا طايا طلعت تستاهل تبيع حربي عشاني حربي مين وبتاع مين انا ما اعرفش حد اسمه حرب انا اعرفك انت يا طايا ضاع دي كلها ببلاش لو جبت لي راس حربي ماشي يا طايا تفاءل Thank you.
عمدتك فين؟ مش جوه. بقول لك عمدتك فين؟ طب ثلاثة بالله العظيم ما أعرف هو فين؟ قولوا للعمد إن في واحد من أهل البلد عنده مشكلة وعاوزه يحلها له، ومش بتعتع من هنا غير لما يجي بنفسه. اليافطة دي تنزل. على عبدة هناك. إذا هني يا ريس؟ رجعها ورا هبابي. خلي العيل ياخد راحته. إيه يا عمدة؟ عملت نفسك ريس؟ ورحت حطيت يدك في يد عصمت شاكر واديته الامان. اهو باعك، ويا ريت عشان حاجه تستاهل. عرفت قيمتك دلوقتي؟ جرايه يا ابوي، انت شمتان فيا ولا ايه؟ انا شمتان في خيبتك. احنا نسيح ودم اخته اللي قاعده متستته واخوها طايح فينا. تبقى حمار. أنا همسى عيلته من على وش الدنيا. رجالة بحريم بعيال، ولو على موتي يبقى فيها موتنا كلنا. لو مسينا شعرة واحدة من شعر أزهار أو أي مرة في البلد، أهل البلد مش هيسكت المرة دي. اللي حصل مع موجة ما ينفعش يتكرر تاني. أول هام تغير الغفر الخربانين دول. ده ما ضربوش طلقة، ده رمح ورمح. زار العمدة القديم كان مجلعهم زيادة عن اللزوم، بس جلع ماسخ. ألو طيب؟ أيوة رباط. موديني المطار عشان اترحل. تترحل؟ تترحل كيف؟ انا هسلم نفسي اللي سراج بيه وهخليه يمشيك. طيب ما فيش وقت للكلام ده، انا حكايتي هنا خلاص خلصت. لا ما خلصتش ومش هتخلص كده. تفتكر لو كان ينفع تسلم نفسك مكانك وتكلمتك؟ انا عمري ما هحس وقفتك ودفاعك عني في السجن. انت هنبص حياتي كتير. انا رقبتي فداك يا ارباب، ما تقولش كده. انا عاوزك حر، عاوزك تخلي بالك من امي واختي. لو انا هناك وانت هنا محبوس، تفتكر مين هيخلي باله عليك؟ لا لا يا ارباب، انا مش هسيبها تمشي كده. انا في عربيه التنهيلات، الموضوع خرج من ايد الضابط. على فكره عنوان امي منامين كل اصحابها. ما تقلقش يا ارباب، اهلك في عيني، وهعمل لهم كل اللي يحتاجوه واديهم كل الفلوس اللي معايا. ما تقلقش عليهم. لا يا طايح، خلي شايل امك واختي وما تنساهمش يا طايح. ما كانش لازم نعيش ايتام واحنا لينا اهل بيحبونا. خلي بالك من اهلك واحد، هم دول اللي باينين. خلاص يا اخينا، هتخلص الرصيد. ارباب ارباب، يا جابر. الو يا سراج بيه، عندي لك اخبار مهمه. قول. طايع دلوقتي بيشتغل مع عصمت شاكر وهجموا عربيه العموديه. طايع وعصمت؟ سلطان دلوقتي متجنن، واكيد عايز يرد القلم لطايع بتاع ضرب النار على بيت العموديه، واكيد هيجوا النهارده من المغاره. هايل، هستناهم. الله ينور عليك. سلام يا باشا. سلام. جابر بتدلع على حربي مش هنطايح؟ ما ترحميني يا امه، وقت صف طايح، صف اللي قتل اخوك ابوك تبقى عندي زيه وتستحق الموت. اضربي يا امه، اضربي. انا عاوز اخلص وارتاح. اقتليني خلي طرنا منا فينا، بس لو قتلتيني مين هياخد بطار منك؟ طب ورحمه ابوك واخوك لو ما خدت طارك بيدك؟ مش هاخد بالطار ولا حاجة لحد، وزي ما قلت لك لو عايزة الطار خدي بيدك. كده؟ ماشي يا جابر، بس خليك عارف عارك هيبقى عرين،
واهل طايا هياخدوا بطرهم منك انت. بس لا، كيف دول ما بياخدوش طرهم من الحريم وانت بقيت العم من الحريم وشوي ماشي يا جابر. يدك يوم. تسلم يا حبيبتي بألف هنا وشفا. مطرح ما يسري يمضي أروح أنا واتكل على الله. لا استني يما، شكلك تعبان، اقعدي معايا شوي. لا يا بنتي ما فيش وقت. الحمد لله إني اطمنت عليكي، فتك بعافية يا دوناني. يوم أنا عارفة إنك ما بتجيش هنا، بس أكيد مش بتكرهي وما أكتر ما بتحبيني. ما تقوليش كده يا بنتي، ده المثل بيقول دخلت بيت عدوك ليه؟ قال حبيبي فيه، وانت عز الحبايب يا أزهار. وبعدين يا بنتي خلاص الدنيا فضيت علينا، ما كترناش، ده انت واخوك بس اللي فتحين عينيا للدنيا. أخويا؟ أيوة أخوك. إيه؟ ما بقيش أخوك دلوقت؟ لا أخويا، وعلى راسي. بس قولي له إنه هو كمان عنده أخت، وياريت يفكر فينا قبل ما يعمل العمال اللي بيعملها. ياريتني مت يا بنتي قبل ما أشوفك وأنت ظلم أخوك بالشكل ده. نسيتي طايع يا أزهار، أبو قلب كبير. نسيتي اللي عمله عشانك وعشاننا كلنا، ده ما بقيش غيره يا بنتي، ده هو أبوكي وأخوكي. لا ما نسيتش، بس هو اللي نسي. لا ما تكسيش على أخوك يا بنتي، ما تبقيش أنت والزمان. مش كفاية اللي هو فيه، مش كفاية اللي جرعه. هو جراله لوحده؟ ما احنا جرالنا معاه. صح، بس أنا السبب، أنا السبب في النار اللي احنا فيها دي. الطار يا بنتي طير عقلي والغل عماني. ما تغلطيش غلطتي يا أزهار، أنا قطعته 3 سنين يا بنتي، وإن ما كانوش كسروه هزوه. ده كفاية عليه، قتل مرته وقتل فواز ولدي. سامح، سامح أخوك يا بنتي، وسامحيني أنا كمان. روحي يما، استني ولدك اللي هادي عليكي. ما انت ما عندكيش اغلى من طايع. كلكو غلاوه واحده يا بنت، غلاوه واحده. ايه اللي فتح الباب كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ام جابر انت هنا؟ ولدي مش عاوز ياخد بالطهر، واخر راجل عندي قتلتوه. جابر ولدك راجل جدع، ربنا يحميه. اتصدقي أنا كنت بقول على طايع ولدك ده قبل، إنما بيني وبينك كنت فخورة بيه
ومستغربة الجبل اللي واقف قدام الدنيا كلها ومش عايز ياخد بالطار عشان عارف ان دي حاجة غلط. يا ريت ولدي دلوقت زي ولدك ناشف رافع راسك. طيع ولدي ما بقاش هو بتاع زمان، مش ولد بطني اللي ربيته. استهدي بالله يا أمو جابر واهدي، ده انت حقك تشكري ربنا انه حافظ لك ولدك جابر لحد دلوقت بعقله ومش عايز ياخد بالطار. بس بلا حكي يا حريم، ملوش عازة. ايه ارضي ارضي يا أمو جابر واسمعي كلامي، اسمعي كلامي، ارضي بالدنيا، اطلب اللي انت عايزاه وخدي ارض فوقها كمان، وتعالي ننسى اللي فات ونحافظ على عيالنا اللي باقيه. جوزي جابر وافرحي بعياله، وسيبيني انا كمان افرح بولد ازهار اللي جاي. سيب العوض على ربنا، هو اللي حيعوض عليكي وحيعوض علي في عيالنا اللي راحوا. ليه؟ هما اللي ماتوا دول بهايم، نجيبوا غيرهم يا ولي. يا دم دم غالي ما يعوضوش غير دم قدامه. ما فيش حاجة بتعوض اللي راح، اللي راح ما بيرجعش تاني يا مجابر. صدقي ربنا هو اللي عنده العوض، قادر يصبرني على فراق فواز ولدي، ويصبرك انت كمان على فراق صابر ولدك. من ساعة ما الرجالة لبست طرح وفرطت في طرها طايع فين؟ حتى لو عارف ولدي فين، تفتكري حسلمه بيد الموت؟ لا. طيب ايه ده؟ حد يروح يصالحهم ويدخل عليها بايده فاضيه؟ ايه اللي عودتني على كده؟ كل مره كنت ازعلها كنت راضيها بالاونط وكانت تسامح. لما اخواتي كانوا يغيروا كانت تقول لهم ما تسووش نفسكم بطايح. بس من ساعة ما أبوي مات وهي ما بتتكلمش غير عن الطار. الله يرحمه، شكلها كانت بتحبه أوي. أنا عارف، عشان كده ما بزعلش منها، عشان عارف قد إيه كانت بتحبه. إلا لما دي
مين اللي عملها؟ مين اللي عملها؟ وطنتك ومين اللي عملها؟ اطلع بره! بره اطلع بره! أما 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 مالك في إيه؟ مليش مليش الكش كيف؟ وإيه الدم ده؟ خدت بطاري، خدت بطار جوزي وولدي. عملتها يا أما؟ قتلت طاري وارتحتي؟ يا ريته كان قاعد، ده انا كنت قطعته وجبت راسه معايا. عمر قتلت مين؟ انتوا يا امه قتلت مين؟ امه! قتلت امه عشان احرق كلبه زي ما حرق كلبي. رفعت السلاح وقتلت مره؟ رفعت راسي ورفعت راس عيله عسران كلها. انت جبت راسنا في الوحل يا امه. حوري وش الاهل البلد كيف؟ وش؟ ده انت وشك مكشوف. عايش بعارك ومستحمل مهمسة الناس عليك في رايحة في الجاية. جد عليك ايه يا عريت الرجالة؟ شد علي عارك يا امي، شد علي عارك. حري ما بتاخدش من انطار ليه؟ ده ولا شرف ولا حتى خلاص طرنا. غيل قتلتها غيل؟ ما هو لو مش هناخد بطارنا ونطلع بشرفنا يمكن بكيهم زي ما بكونا. قتلت عواطف. هذا سراج بيه. يا جابر، عرفت انه مطيع اتقتلت؟ لا. اكيد حرب ابو ولاده. حربوا ولاده. بقول لك ايه؟ أنا عايزك تعرفني مين فيهم اللي عمل كده. الله يرحمه. لا إله إلا الله. حاضر يا باشا. قول له مش حربي اللي قتلها. لازم أهل البلد كلهم يعرفوا إن أنا اللي قتلتها. مش بعد ده كله بدل ما أرفع راسي لفوق وأقول إن أنا اللي أخدت بالطار يتهموها في حربي. يا محمد ربنا اللي اجت فيه. والله ما يحصل. لازم اهل البلد كلهم يعرفوا ان انا اللي قتلت مطايع. وسع اوعى من وشي، هتعمل عليا لوش دلوقتي. سيب انا هقول لاهل البلد. لازم البلد يعرفوا ان انا اللي قتلت عواطف. انا اللي قتلت عواطف. قتلتوا ام طايع؟ قتلتوها؟ طبعا فكرتك انت دي يا عمده، مش كده؟ والله يا ابوي ما حصل. سلطان كان معايا عند سكن الخواجات. لو سلطان ما قتلهاش يبقى امر حد فيكم يقتلها. انتوا مين؟ مين عشان عليها الطلاق لاقتله بيدي؟ ولو حد فيكم داري على اخوه اقتله معاه. يا ابوي، وسلطان ايه مصلحته بس في انه ياخد طار من حرمه؟ يقلد ابوه. وانا قتلت مهجه في لحظه غضب ما حسبتهاش. سلطان مصلحته يطفي ناره من طايع والبهدله اللي عملها فيه. بس المره دي الحساب تقيل، اهل البلد ما هيسيبوناش. ايوه كان نفسي اقتل ام طايع او نفسي اقتل عيلته كلها. ومش زعلان انها غارت،
بس انا ما قتلتهاش ولا واحد فينا له صالح بالموضوع. وفوق كل ده انت عارفه، لو قتلتها اقول لك. في ايه؟ سهر بقي في حياتك يا بنتي. حياتي في مين؟ امك تعيش انت. يعني ايه؟ راحت عند ربها. مش فاهم. امي كانت لسه معايا دلوقتي، كانت كويسه. ماتت كيف يعني؟ قتلتوها؟ ما قتلناهاش، ومحدش فينا هاوب ناحيتها. امك كانت واخده مني الامان، واحنا ما نخنوش. ما هي موجه كانت واخده منك الامان يا بنتي. لو قتلناها اقول لك قتلناها. احنا لا بنخاف ولا بنداري. امك ملناش مصلحه في قتلها. ودوني لامي دلوقتي، ودوني لامي. اوصل لها يا ابوي. لا، حد من الرجاله اوصلها. كويس، وصلها. انتوا محدش فيكم هوب ناحيه البلد خالص. مشيتي ليه يوم؟ مشيتي ليه؟ مشيتي ليه؟ ده انا كنت جاي صالحك. كنت جاي صالحك بس ما لحقتش. سبتيني لوحدي في الدنيا. انت كنت الحاجه الوحيده اللي بتهون علي. ايوه يا ام، الحاجه الوحيده اللي كانت بتهون علي. بس انا هجيب لك حقك، حقك هيرجع يا ام. مش هسيب اللي عملها. حقك هيرجع. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. فين طايع؟ دلوقتي اقدر اقول لكم اطمنوا يا اهل البلد، الرجاله مجيد في امان. ما هو الطار بيجي بيتاخد من الحريم. اقعدوا في بيوتكم وطلعوا حريم وهم هياخدوا الطار من بعض. فيكم مرض وما بتعرفش تشيل سلاح يعلمها، يمكن يجي اليوم اللي يحتاجها تدافع عنه. ونقول للصعيد كله ان بلدنا جربت الآن، خوفكم ورعبكم من حرب وعياله خلاكم تدوسوا المرجله برجليكم. أمي كانت دايماً تقول لي خد بالطار يا دكتور، وأنا أقول لها لا، ووقفت قدامها ووقفت قدامكم كلكم وأنتوا فاكرين. بس إيه اللي حصل؟ أديني خسرت كل حاجة، مبقيش عندي حاجة أبكي عليها ولا أخاف عليها. أنا واقف قدام حربي وعياله ورجالته كلهم، وأنا كفيل بيهم، مش محتاج مساعدة من حد. إن شاء الله حتى أموت، بس لما هموت هتقولوا ده كان آخر راجل مات في البلد. اللي عاوز يأجرني يا وليه يا خرفانة. حربي وعياله ما جربوش من أمك، أنا اللي قتلتها، قتلتها عشان أوصل لك. بس يا أمه سيبني أعرف الرجالة. سيب أم جنة يا رجالة. جننت؟ جننت لما لقيتك شغال مع الحكومة وبتبلغ عن حربي مش عن طايع. أم بتكذب يا جماعة. أنا اللي قتلت أمك. خلاص يا وليه، أنت اللي عملتيها وأنا ما عايزش منك طار. غوري في داهية. يلا ما يمكن تكون صحي طايع. تبقى لي لا طايع. ما بناخدش عزا. حد منكم يا رجاله يشيل منه. انت هتيجي معايا. ما رايحش معاك في حته. انا رايح ادفن امي. طايع مش عايز اخدك بالقوه. اعمل ما بدالك اسرش بيه. انا قلت لك رايح ادفن. قتل حرب للولايه حرام. قتل حرب للولايه حرام. للولايه حرام. قتل حرب 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 للولايه حرام. وصلت؟ ها حصل يا ريس. واهل البلد لما عرفوا ان العربيه دي تبعكم كانوا هياكلوني واكل، لولا ساتر ربنا كان زماني واقف قدامك دلوقتي. وشفت طايع؟ لا ما لحقتش، بس سمعت صوته في الميكروفون وهو بيهيج اهل البلد علينا. خلاص يبقى زي ما ابويا قال، ما ننزلوش البلد. ما ينفعش ما ينفعش يا ريس حرب نسيبه طايع يكسر من هيبتك اكتر من كده. الناس شايله مني من ساعه ما تموت. انت مش شايف عويس؟ شايفه ميت في جلده كيف؟ يومين
يومين الدنيا تهدى وبنزل البلد. يا بوي لو نخينا لأهل البلد هيركبونا ومش بعيد يجوا لحد هنا وياخدونا من عوضنا، ولو ما نزلناش أنا أبقى خايفين. خلاص شوفها ترسى على إيه، انزل البلد بكرة ولا بعد. هم ده بيتكلم صح يا ولدي، أنا لو كلمتكوا كابوكوا هقولكم ما تنزلوش، بس لو كلمتكوا كالرئيس بتاعكم أقولكم ما ينفعش العمدة مكانه يتكسر ويتهدد ويتبهدل ويخاف. لو ما نزلناش النهاردة يبقى نبطل الشغلانة وكفاية القرشين اللي معانا نروحوا أي بلد تانية. لا هننزلوا البلد. هنروح لأمدية العمولية. لا نطلع على المغارة. المغارة بعيد وحربوا عياله أكيد هناك ومش هينزلوا البلد الليلة. هينزلوا، هم عارفين لو شقتهم اتكسرت النهاردة هيخلصوا، أكيد هينزلوا. كنت فين يا وعد يا مقدر، كنت فين يا وعد، خزانة وبابها مسكر، كنت فين يا وعد. Love.